شهاب عبد الواحد مخترع لم يتجاوز بعد 17 من العمر، حيث يشق طريقه من بين ركام الحرب والمعاناة، مسجلا رصيدا من النجاح لاختراعات متعددة تجاوزت عمره الصغير بكثير. كل يوم وليلة فكرة جديدة، يعني الفكرة اللي تجيب لنا دعم منه تصلحنا على أرض الواقع، ما بش إلا الدعم نفعل مخططات والرسومات ونخلي لما يأتينا الدعم. احتاجونا يعني ان توصل الاختراعات حقي للاماكن المناسبه لهم، يعني مثل الجهاز ضد السرقات وهذا بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومياه تحليل مياه الامطار. هذا يعني اتمنى توصل يعني الاماكن المناسبه لهم. هاتف يعمل على بطاريه صغير واجهزه انذار للتامن من المخاطر، وجهاز ثالث يعمل هو الاخر على تحليل مياه الامطار، بالاضافه الى اختراعات اخرى يعكف عليها شهاب في يومياته الى جانب مواصله مشواره التعليمي. والله وجدت شهاب انه يبحث ويطلع لكي يخترع يعني من ادواته البسيطه، يعني من مصروفه حق المدرسه، وهو يتمنى ان تتطور الاجهزه التي اخترعها، لكن الماده ليست موجوده عنده. يعني لو مدوا له يد الدعم يعني ممكن يطورها لافضل من هذه الصوره. هذا من مصروفه اليوم يعني حق المدرسه، يحاول احيانا يكلمنا عن اختراعات وعن افكار، لكن يحتاج لها دعم، يحتاج لها مال ما باستطاعته. طموح يسبق اختراعاته وآمال يعلقها شهاب لتطوير إمكانياته وتبني موهبته ودعمها، فهل سيجد يدا تمتد إليه وتشجعه، أم أن مصيره سيكون كالعشرات من الموهوبين الذين طمرت أحلامهم في بلد يتجاهل هكذا مواهب؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.